يمكن كابتن كابتن شريف من ضمن ما كسب الماتش النهارده فعلا احمد نبيل كوكا. بس احمد نبيل كوكا لو تفتكروا لعب السنه اللي فاتت واثبت جداره لما لعب واتحط ناحيه الشمال سواء في نص الملعب او كظهير ايسر في غياب بعض العناصر الاساسيه. طبعا احمد نبيل كوكا وبقيه اللاعبين كمان اللي اشتركوا النهارده، احمد نبيل قال دلوقتي في الحوار بتاعه انا لسه صح. يعني انا عندي 20 سنه ولسه عندي الطريق طويل قوي عشان اثبت نفسي وابقى موجود. هو كل اللي عنده 5 خبرات كانت مع الدرجه الاولى وما كانش وحش صح، كان كويس الحقيقه، كان مقبول يعني ادى ده كويس فعلا. مش اللي هو، وبعدين كمان بيلعب في ظروف صعبه كانت مزبوط. ما كانش ظروف فرقه واخده افريقيا وواقفه على حيلها، لا كنا في ظروف مضغوطه النفس برضو على الاجهزه واللاعبين. طب مين عجبك اداؤه النهارده كابتن في المباراه من اللعيبه الصغيره؟ عجبني الراجل اللي هو ضيع الجونين ده سيد احمد سيد غريب. سيد غريب احمد سيد غريب ده عنده من الجسم متحرك. من الجسم والحاله البدنيه والرؤيه في الملعب ان هو ممكن هيجي يعني جاي. عجبني حد كان كلمني عليه عادل صالح اللي نزل وضيع جون ببطن رجله وكان عايز يجي. عنده شخصيه، عنده شخصيه في الدخول في المنطقه دي، اعتقد هو اللي جاب ضربه الجزاء كمان. كلمت الشوط الاول عن كنت بتقول لي بين الشوطين على زياد طارق خدت بالك والروح اللي هي بيخش جوه 18 وعايز يثبت نفسه. هو الشكل بتاع ال 30 لاعب والخمس لاعبين اللي هم هيبقوا موجودين اعتقد دي تجربه للجهاز الفني لرؤيه اللعيبه كلها.